السلام عليكم، اهلا بكم. النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه، تاني يوم رمضان. يا رب يكون اليوم عدى امبارح على سعاده كده وسهوله الصيام، لان طبعا كالعاده عارفين كل اول يوم او اتنين في رمضان الواحد بيبقى طبعا مش مستوعب الصيام وريقه ناشف وشويه خلقه ضيق زي ما احنا كده امبارح. اكيد ده طبيعي، النهارده نفس الموضوع، لكن زي ما احنا اتفقنا نحاول نهدئ اعصابنا شويه. طيب الاكل، والله امبارح احنا عملنا بحضراتكم كده اكل سريع وبسيط، ما كانش فيه مشكله خالص والحمد لله. النهارده نبدا نخش سنه بقى، يعني الموضوع ما يبقاش كله خفيف، رمضان طبعا لازم نظبط الكلام شويه. طيب هتعمل ايه يا سيدي النهارده بقى؟ والله النهارده جه على بالي كده اكله حلوه سريعه لحضراتكم. هعمل لحضراتكم كده كوسه محشيه باللحم مفرومه، ولو في مكسرات يبقى زي الفل، وهعمل صينيه ستيك بالبصل والكرفس، هنشوف بتعمل ازاي، وكمان ريش مشويه بالخضار، هنشوف بتعمل ازاي برده، ونقفل كمان بطاجن باميه بالموز المخليه، هنشوف بتعمل ازاي برده، اسكال الضاني او موز عاديه بتلو. انا جايب بتلو النهارده عشان برده اغير، وان شاء الله نعمل مع حضراتكم كمان طبق شوربه على السريع. الموضوع سهل وبسيط، نطلع فاصل، بعد الفاصل نواصل. يلا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنت بتكلم معاكم النهارده على اكله رمضان، تاني يوم رمضان. اكيد كل واحد فينا امبارح، في ناس كتير ما طبختش، يعني لو اتكلم مثلا نتكلم في نسبه مثلا 100% من الشعب المصري 50% ما طبخش. ليه 50% ما طبخش؟ ال 50% اللي طبخ هو اللي استضاف الناس عنده، اللي هي العائلات، اللي هي لمه العيله. اما ال 50 التاني هو اللي كان ضيف، لو كانت البنت مع اولادها او الولد مع اولاده، فطبعا واخد الكنافه وهو رايح، او واخد البسبوسه او الحاجه الحلوه وراح عند الحاجه ست الكل يفطر عندها، فاكيد البيت ما كانش فيه طبيخ، وانا واحد منهم كان امبارح بيتي ما فيهوش طبيخ، فده طبيعي وده الوارد. النهارده ممكن يكون نفس الموضوع عند النسايب، العكس هيبقى برضو في 50% ما طبخش. اما بكره بقى هو تحضير النهارده، يعني اللي بعمله النهارده هو تحضير لبكره مش للنهارده، يعني ممكن يطلع منه الطبق طبقين نطبخه ما فيش مشكله، ولكن انا نيتي او وجهه نظري ان بكره ثالث يوم رمضان ان شاء الله ما فيش حد كتير هيبدا يبقى رايح عند الاهل او النسايب، فنبدا نعسكر في البيت ونعمل الاكلات بتاعتنا. طيب هتعمل ايه بقى يا سيدي؟ والله يعني خير ربنا كتير النهارده، هبدا رقم واحد بسم الله كده هشتغل مع حضراتكم في طاجن باميه معمول بالموز، اسكالوب بتلو او ضاني براحتنا اللي نحب كله، ده بمزاجنا. الطبق الاولاني ده، الطبق الثاني هيكون معايا صينيه ستيك او انتركوت معموله بالبصل، هنشوف بتتعمل ازاي برده. الطبق الثالث عندي ريش مشويه بس هطلعها مع الخضار، الخضار طبعا مفيد جدا وصحي، وانا هشتغل واحده واحده مع حضراتكم، ان شاء الله نعمل سلطه ونعمل شوربه كمان. طيب اول الكلام تعالوا نقطع مع بعض الموز ونشوف ايه الموضوع وايه الاخبار. الموز طبعا في منها بعظم وفي منها مخلي، المخلي او اللي هي الموز اللي فاتته زي ما حضراتكم شايفينها، اللي هي دي يا شفيق، دي الموز ودي الستيك ودي الريش وده المفروم بتاع الكوسه. تمام، الكوسه البشاميل حاجه والكوسه المحشيه حاجه تانية خالص. ايه الفرق؟ طبعا اكيد فرق كبير جدا، ولكن انا زي ما حضراتكم شايفين كده، بص يا شفيق كده معلش بعد اذنك، انا مشوح الكوسه من شويه كده مع معلقه زيت لوحدها كده عشان تدنجل في الطاسة وتديني تيست كويس. دي رقم واحد، تساعدني في التسوية وكمان تساعدني كمان كتير جدا في فكرة اللون اللي انا محتاجه. طيب هجيب الموز اول حاجة بسم الله، هاخد منها على قدي، هاخد منها موزة او موزتين بالكتير، خلينا ناخد دي. طبعا البتلو يعني شيء عظيم ما بياخدش وقت في تسويته، وانا شغال كده هبدأ اجيب عندي معلقة زيت احطها هنا كده، حلو الكلام، وهبدأ هشتغل واحدة واحدة مع حضراتكم في كل حاجة في نفس الوقت، ولكن مش هكربس على حضراتكم كتير. مسخن طاسة عندي، هبدأ أجيب عندي الموزة وأبدأ أقطعها مكعبات صغيرة بسم الله. طبعا الموزة بقى فيها حتة ملبسة كده، والملبس ده مش دهن ولكن بيبقى طعمه كويس قوي، عشان كده أنا بجيب في الموزة دايما أحب أجيب البتيلو، بيبقى ليه طعم كويس جدا وبيستوي معايا بسرعة كمان. أنا هشتغل بيه بفكرة التشويح، هشوحه كويس جدا، وبعد التشويح هشوحه بالزبدة والبهارات وأروقه ترويقة محترمة، وبعد كده هنشوف هنعمل مع حضراتكم إيه. البامية أنا بختار البامية الصغيرة جدا عشان خاطر تبقى مدلعة كده وليها طعم كويس، ما يبقاش فكرة قلب معايا بطبيخ أو قلب معايا شوية بويكا، الويكا اللي هي الأكلة الصعيدية. أنا بحب أتبل طبعا حاجتي في الأول، أجيب عندي كده حبة ملح وفلفل أسمر أول الكلام. أنا مسخن عندي طاساتي عشان خاطر أبدأ أشتغل واحدة واحدة، الحلة دي فيها مرقة
عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد وقتنا ونعمل مع حضراتكم حبه شوربه، فلفل اسمر، حبه ملح، فلفل اسمر وملح على طول ما فيهاش هزار، وده الاساسيات عندي. هبدا اشتغل واحده واحده واشوح عندي الفكره. تعال نجيب الاقتصاديه الناحيه الثانيه كده. يا ام اسراء صباح الفل. ازيك يا حاجتنا، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار صحتك انت ايه؟ كله تمام الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا قمر، ربنا يخليكي. الله يخليكي. ايه اخبار الصيام معاكي؟ اهو الحمد لله بقى ماشي الحال. دايما امورينا امر يا ام اسراء. الله يخليكي يا رب. تحت امرك. والله شيف علي ماما نفسها تطلع عمرة، ربنا يخليكي. يا سلام، ربنا يديها الصحه. بس خدي بالك احنا هناخد رقم التليفون وكل حاجه. أيوه. بس العمره مفيش في رمضان. ماشي، يعني ممكن بعد رمضان. دعواتك ليها بس ربنا يكرمنا ويوفقها ونطلع ان شاء الله. تمام، حاضر. سيب رقم تليفون حضرتك وكل معلومات عنك اللي هي سن الحاجه وكل حاجه عنها في الكنترول مع زمانك. بشكرك جدا. طيب بمناسبه العمره، انا امبارح حد كلمني على الهوا وقال يا جماعه انا كنت طالع عمره معاكم ولحد دلوقتي ما طلعتش. وانا قلت ورديت لحضراتكم قلت لكم دي هيطلع ان شاء الله باذن الرحمن، ولكن كان في مشكله في فكره الفيز او ما كانش ينفع في رمضان ده، لان الموضوع كان غصب عن ناس كتير جدا، والشركات السياحه اللي احنا بنتعامل معاها دايما او الشركات حتى المتبرعه للعمر اللي بتيجي عندنا هم يجيبوا لنا الفيز، فكان في مشكله في فكره الوقت او الفيز شويه. جالي تليفون امبارح من زملائي قالوا لي وضح للناس اكتر، لو حد اتكلم معاك تاني انا بكلم بكل امانه والله العظيم، قالوا لي العمره كده كده ما دام طلعوا في برنامج عندك فهم عندنا، فكده كده احنا متكفلينهم، يعني حد هم طلعوا او ما طلعوش اتاخروا او حاجه فكده كده ان شاء الله طالعين عندنا، ما دام طلعوا في النهار فاحنا كده كده ان شاء الله معاهم ما تقلقوش. فانا بس حبيت اوضح لحضراتكم الرساله دي، ان اللي اتاخر على العمره وما طلعش رمضان ده ان شاء الله هيجي وقت ان شاء الله بعد رمضان وباذن الرحمن هيطلع وهيتبسط ويدعي لنا. طيب هرجع تاني للمواسم. انا بقى جاي واحده واحده كده، عايز بس انقص شويه حبه زيت اهوت عشان ده كتير. حلو الكلام. وده احط عندي المفروم زي ما هو كده، واديله عندي فلفل اسمر كده على طول وحبه ملح. ليه فلفل اسمر في المفروم؟ عشان يبقى معايا على طول مفرون، ما يبقاش يعني تقيل بفكره ان هو يكون مكلكع. فانا بشتغل واحده واحده مع حضراتكم. المفروم ده بتاع الكوسه اللي احنا شوحناها مع حضراتكم واحده واحده. ادي المفروم كده اهو، وادي له كمان معلقه زيت من اللي نزلتها عندك كده اهو، ايوه، ونسيبه يتقلب شويه. هاجي هنا بقى للطاسه دي عفوا، هديها زبده بلاش زيت للبتيلو بقى، زبده وتوم، زبده وتوم، شوح فيهم دول بتوع الباميه. ادي حبه الزبده ماشي الكلام، وادي معلقه توم، ونشوح كويس جدا الكلام الحلو دوت اهو، زبده مع التوم. بص كده مش شايفين، قلب الطشه شويه اهو، ده اللي انا عايزه. وانزل على طول باللحمه البتيلو بتاعتي وتتشوح كويس جدا، لونها هيبقى ذهبي. وبعد كده هبدا اشتغل معايا في فكره الباميه بقى وهشوف حاجتي واحده واحده. هرجع الشوربه دي واحده واحده ورا كده عشان مش عايزها دلوقتي، واجيب عندي المفروم وابدا اشوح فيه واعصجه براحتي. طبعا انت متضايق من دي شايفين، انا عارف. هرجع لك المرقه دي بعيد ولما عاوزها نجيبها كده اهو، واشوح كويس قوي المفروم. المفروم بتاعي هديله كل حاجه، هديله صلصه وهديله بصل وهديله طماطم، هروقه بس واحده واحده. الاول يتشوح فيتصدم ما يجيبش ميه، وده المهم. ممكن احط بصل على فكره دلوقتي، ولكن انا خايف من فكره بس ان انا البصلات بتاعتي المبشوره او المفرومه تجيب ميتها، فانا مش عايز كده لان انا عايز احشيها. تمام، انا احشيها بقلب كويس جدا الحشو بتاعي، والناحيه الثانيه برده بنقلب اللحمه البتلو بالزبده ماشيه برده واحده واحده زي ما حضراتكم شايفين اهي، والناحيه الثانيه برده تمام التمام. عايز اشوف ايه اللي بيتلسوع هناك او ايه الطقطقه دي. انا مشغل الشوايه عشان اشوي، وعليها كمان هنا الكوسه. طيب هتشوي ايه بقى يا سيدي وهتتبل ايه؟ انا قلت هعمل لحضراتكم صينيه ريش بالخضار. ادي الريش، وتتبل كالعاده حبه ملح وحبة بهارات، حلو كلام، وكمان حبة فلفل أسمر اهو ماشي الكلام، وكمان حبة مية بصل. بصوا كده البصل ده شفيق اهي ده كده، وكمان حبة مية طماطم ماشي الكلام كده،
وفلفل اسمر خلاص حطينا، وحبه زيت صغيرين جدا عشان بس تبقى طريه معايا. دي الريش المشويه بتبلها كويس، وبيني وبينكم المفروض والصح والمظبوط عشان بس ما نهزرش في الكلام، احنا لازم نسيب اي حاجه تكون مشويه مش اقل من فكره 4-5 ساعات عشان تتطعم كويس جدا. ده المفروض يعني عشان نبقى صراحه مع بعض، فلازم نعمل كده. ولكن طبعا كالعاده عارفين وقت البرامج طبعا او وقت الاكل بتاعتي بيبقى ضيق شويه، فلكن لازم اتبل واشوي على طول او اشوح على طول. بعمل كده على الشوايه كده، ماشي الكلام اهو، واسيبها تاخد وقتها وتبقى زي الفل. وهسيب دي كده على التتبيله عشان استمتع بالريحه الحلوه دي. ده الريش. الخضار بتاعها شغال عندي برضو، جايب عندي حبه بطاطس، حبه كرفس، حبه جزر، حبه طماطم، حبه كوسه، توم، كل البهارات وكل الخضروات كله مع بعضه مع صلصه الطماطم ومع كمان الاعشاب. الاعشاب عباره عن ايه؟ عندي الروزماري او اكليل الجبل بيبقى ليه طعم كويس جدا. الفريش انا جايبه عندي زي ما حضراتكم شايفين، دي كده خلاص اتشوحت وبقت وردي زي ما انت شايف كده جافي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدا ادلعها. هجيب عندي كده بصلايه مبشوره في النص كده اهو، ركز كده يا عم شفيق. هجيب عندي كمان حبه طماطم مبشوره اهو، ماشي الكلام. وكمان لو حبيت حبه كرفس، دي للحشو على فكره. وفي النص كده بص الطبق ده ورق غار، وحبتين حبهان اكيد هيعلوا تيست معايا وهو ده المطلوب. حبه ملح، اقلب كويس جدا. دي التعصيجه بتاعتي او الحشو اللي انا هحشي بيه الكوسه اللي بالفرن. بعد ما احشيها كويس جدا هبدا اعمل لها صوص طماطم حالا برضو مع حضراتكم. صوص طماطم سهل جدا، هاخد منه حبه صغيرين جدا واحطها على الوش، وده هستخدمه لحاجتين. الصوص ده هستغله اول حاجه للباميه، ده رقم واحد. رقم اتنين واهم من الباميه طبعا هكون بسقي بيه فكره الكوسه بتاعتي. شغل بس النار بتاعتي كده عشان اعلي ايه الدنيا معايا كده، تمام. ده كده ممكن اديها حبه جوزة الطيب كمان، بسيط مش كتير، تمام. انا كده شغال واحده واحده، وهبدا اخش عندي على طول في صلصه الطماطم. صلصه الطماطم كالعاده عارفين بجيب عندي 4-5 طماطميات واضربهم في الكبه كويس جدا، وابدا احط عليهم كمان معلقه عصير طماطم، معلقه صلصه طماطم. حلو الكلام. ده فص توم هيلعب معايا برضو، وهنا البتلو شغال بتاع الباميه عشان ما نسقطش اهو، ماشي الكلام كده اهو. هجيب عندي حله وابدا اشتغل بيها لصلصه الطماطم. زي ما اتفقنا صلصه الطماطم انا ضربها عندي في الخلاط ضربه كويسه جدا، وحط عليها معلقتين من صلصه الطماطم عشان خاطر تتقل معايا شويه وتبقى متطعمه. هجيب عندي كده معلقتين زيت، واحط عندي بصلايه في النص كده، ماشي الكلام، وفص توم، ماشي الكلام. وهبدا اقلبهم مع بعض. الصلصه دي تاني مع حضراتكم افكركم دي بتاعت الباميه والكوسه اهو، بتشوحوا الاول مع بعض زي ما حضراتكم شايفين، مفيهاش اي صعوبه خالص. وهنا اللحمه المفرومه دي ريحتها قويه جدا. ممكن لو بتحبوا القرفه نديها سنه قرفه بسيطه لو حبينا اهو، تفرق معانا شويه. دي للكوسه. حلو الكلام. وهنا عندي الباميه شغاله اهي لحمتها، وتمام التمام. طيب انا كده شوحت كويس جدا، وسيبها كمان تتشوح اكتر واكتر، يعني لسه شويه سيبها، وهنا دي تتشوح اكتر. الباميه لو ما اتاكلتش بقرن فلفل حار ما اتاكلتش. هجيب عندي قرن فلفل حار زي ما هو كده، وهبدا هفتحه بس فتحه صغيره بالسكينه كده اهو، واسيبها عندي في التاسيس الصوص الطماطم بتاعي، ماشي الكلام اهو زي ما حضراتكم شايفين. طيب وانا شغال كده هبدا عايز اعمل صينيه الستيك دي عشان اكسب وقتي واسيبها تستوي وتاخد وقتها وابقى واقف رايق وزي الفل. صينيه الستيك احنا قلنا نعملها بالبصل والفلفل الاخضر والكرفس. انا بس مكان عشان انا شايف الدنيا عندي هنا زحمه، واروق الدنيا شويه بس بمنديل على السريع. انا هشتغل واحده واحده في الصينيه دي برضو. الانتر كوت او حته اللحمه الستيك كلنا بنحبها جدا، وسهله جدا في تسويتها، وسهله كمان في فكره الهضم. والاهم من ده كله ان انا اجيب اللحمه بتاعتي من حد يكون موثوق فيه عشان خاطر اكلها وانا مغمض.
وابقى واخد بالي برضو كمان من فكره ان اللحمه اليومين دول غاليه، فاستفيد على قد ما اقدر من سعر اللحمه بحاجه مفيده ما هياش لحمه خلاص. حلو الكلام. دي اللحمه المفرومه دي خلاص خلصت، خليها هنا على جنب. وادي هنا البصلايه مع فص الثوم اللي حاطينه لحضراتكم للصلصه، شغال برضو. عايز ابدا اصلا كده واعلي النار شويه عليها كمان. ودي اللحمه بتاعتي البتيلو بتاعت الباميه. تمام، هبدأ اجيب عندي على السريع كده صينيه فاضيه. خلينا نبص برضو بص على الريش اللي شغاله. بص الكلام بقى يا استاذنا، دي الريش المشويه مؤقتا يعني هتخش معايا في الصينيه بتاعتي. طيب هتعمل ايه بقى يا سيدي؟ قادر الستيك او حته الانتركوت بتاعتي بتكلم عنها، ماشي الكلام. ومجهز لها عندي الفلفل الاخضر والبصل وتمام التمام، والريش دي الخضار بتاعها جاهز. هجيب عندي رقم واحد اتبل لحمتي، انا هعملها نايف نايف، وبهاراتي كده، حبه جوزه الطيب قليلين مش كتير، حبه كزبره ناشفه، فلفل اسمر وده المهم كده، ماشي الكلام. وكمان حبه زيت زيتون، انا مش هشويها ولا هعمل فيها حاجه، فانا بس ايه بتبلها كويس. وادي حبه طماطم وحبه بصل، وابدا اقلب الكلام ده كله هنا بقى احسن لي في الصينيه دي عشان اوسع لنفسي. حلو الكلام. ادي التتبيله، تتبيله كويسه جدا وسهله ما فيهاش اي صعوبه، ماشي الكلام. وارفعها على جنب. هجيب عندي بقى الاهم من التتبيله دي البصل. الموضوع عندي النهارده بصل كتير. ادي البصلايه بتاعتي، بصل ابيض، وادي كمان الفلفل الاخضر مع الكرفس. أو زي ما حضراتكم شايفين هي دي الصينيه بتاعتي، واتبلها كويس قوي بالتتبيله اللي بريحه اللحمه اللي لسه متبله دلوقتي كده اهو. ونتبل كويس قوي، نديها بهارات تاني عشان خاطر الطعم، حبه شطه وحبه كزبره ناشفه، ونجيب لها كمان فصين ثوم حالا، ونقلب كويس كده، ندعك كويس قوي البصلايه بالكرفس بالفلفل اللي حاطينه اهو. بص الكلام، هي من دلوقتي لازم تتقلب كويس كده عشان لما تخش الفرن تطلع الاكل بالهنا والشفا، ما يبقاش فيها اي حاجه اهو، لازم تتقلب كويس كده اهو كده، ماشي الكلام. كده هتتبلنا، نجيب لها ايه بقى كمان؟ فص ثوم واحد وكمان فص ثاني. يلا قلب كويس جدا الكلام الحلو ده. ونروح عاملين ايه بقى؟ جايين على جنب كده، واخدين حبه بصل كده، وفرشين الارضيه النص كده، وجايبين اللحمه بتاعتنا المتبله كده اهو. صينيه سهله اي حد يخش يعملها النهارده ويتبسط بيها، ويبقى صينيه صينيه لحمه بجد اهو كده اهو، تطلع زي ما هي على فكره في الصينيه كده. انت تمام التمام. بص بقى الحركه دي كمان يعني على مزاج حضراتكم، دي الزبده في النص اهو، دلع الحاجه خليها تاخد طعم كويس جدا. حابين نحط اعشاب زي ما اتفقنا اهو اهو. ادي الروزماري في النص مع الزبده، اكيد هيعلي التست. واجيب بقيه الخضار بتاعي وابدا افرش كويس جدا كده اهو، واكمل بقيه صينيتي، واغطيها في الاخر بورق الومنيوم وادخلها عندي الفرن. وهي دي كانت رحله صينيه الستيك مع البطاطس مع البصل، وممكن تحط لها بطاطس على فكره. تمام، ارجع تاني. حاضر، البصلايه عندي هنا اتشوحت كويس جدا الحالة. ناخد محمد. محمد الو. الو الو، مساء الخير يا محمد. مساء النور، اخبارك ايه يا استاذنا؟ عامل ايه؟ تمام والله، كل سنه وانت طيب يا باشا. وانت طيب. ايه اخبار الاكل معاك والصيام؟ والله تمام الحمد لله. شكلك كده بتعاني. ايه شكلك كده بتعاني؟ لا والله، يعني ما هي الضحكه دي فيها حاجه كده خالص. الاكل بتاعك وانا لسه ناوي اعمل دايت. دايت مين يا عم الحاجه في رمضان؟ كل سنه وانت طيب. مفيش الكلام ده، انسى فكره الدايت في رمضان، احنا عاملين دايت لوحدنا اصلا. لا الاكل بتاع حضرتك صح، خلاني انا عايز افطر دلوقتي. لا يا عم الحاج، حوف لحد دي، الله يبارك لك، ما تجيبيش انا حجه. بالهنا والشفا يا باشا. الله يبارك لك صراحه، الله يبارك لك. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب يا حماده. طب انا عامل دايت، عايزك تقول لي ايه المفضل من الاكلات دي اكلها؟ مفيش. بص يا استاذنا العزيز، هقول لك على حاجه صغيره عشان بس نبقى واضحين مع بعض. انت عندك كام سنه يا محمد؟ انا عندي 23. 23 سنه، يعني زي الورد بسم الله ما شاء الله. وزنك قد ايه؟
95 كيلو. يا عم صل على النبي، انت خضتني يا عم. في ايه؟ خضتني والله، حسستني ان انت تتكلم في ربع طن مثلا. يا عم لا، بص بص يا عم محمد، انت الصيام طبعا يعني الصيام ده موضوع طبعا مهم جدا ان احنا نبقى صايمين وما بناكلش وما بنشربش طبعا، اكيد مش هو بس ده المقياس، ولكن خد بالك انك انت طبعا اوتوماتيك طول النهار ما بتشربش ميه ولا بتاكل سكريات ولا نشويات ولا نسبه بروتين بتخش جسمك، فانت في الاول وفي الاخر انت انسان طول النهار ما عندكش اي نوع من انواع الاكل او الشرب، ده في ذات حده انت دايت. حلو الكلام. طيب لما بتيجي تفطر الطبيعي بتبقى بتجري على السوائل اكتر، والميه والعصاير والعسوس والتمر الهندي والحاجات دي كلها، مظبوط؟ مظبوط. فانت هنا تبدا تعمل نفسك بقى ايه، سستمه. سست نفسك ازاي بقى يا محمد؟ ان اول الكلام يا باشا تفطر حاجه كده بسيطه، لبن رايب مثلا، حلو، ومعاها كمان تمر، وتقوم تصلي، ماشي الكلام. وبعد كده ترجع تصلي في الاوضه اللي جنبها، ما بقولكش روح الجامع عشان ما اشغلكش يعني، حلو. وتصلي وترجع يكون الاكل اتحضر، تبدا تاخد لك حبه شوربه، وده الاهم، شوربه تكون سخنه منها تسلك شويه فكره الصيام، ومنها كمان تحرق الدهون. ادي كده رقم واحد. رقم اتنين والمهم بقى تاني، طبق سلطه محترم، طبق سلطه عجبي، سلطه بلدي، يعني سلطه ما يكونش فيها صوصات كتير، انت معايا؟ ما يكونش فيها صوصات كتير، يعني ما تحطليش فيها مستردة ومايونيز ومش عارف، تقولي سلطه صوصات، يعني مش عايزين تحط فيها دسم تقيل، ده المقصود. حلو الكلام. طيب السلطه ده تكون فيه ايه بقى؟ فيه ليمون، زيت زيتون، وحبه ملح قليلين وشكرين، مش اكتر من كده، انت فاهمني. بعد كده نخش بقى على المشويات براحتك، عيش حياتك، خف شويه من المحاشي عشان ما ترميش معاك اخر الشهر، بس ده المقصود. ماشي الكلام. ماشي، سهله كده. سهله كده. كل سنه وانت يا حماده، تحت امرك، بشكرك جدا. طيب والله كلام 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 انا بقول لك ده محمد، مش كلام دكاتره، كلام طبيعي اي حد فينا في الدنيا ممكن يخش يعمله. فكره ان انا هفطر واخد وقتي وتم التمام، هتحس بخمول شويه بعد الفطار السريع اللي انت طبعا بقالك سنه ما صومتش، ده الطبيعي كلنا كده. يا بخت الناس اللي بتصوم في السنه دي، تقول لك خميس واثنين وخميس ومش عارف ايه، يا بختهم بجد، لان هم طبعا خدوا على كده ويكسبوا طبعا ثواب اكتر مننا احنا اللي بنقضيها بس رمضان ومتشكرين وكل سنه وانتم طيبين والجو دوت. اما فكره ان انت النهارده معلش يعني من السنه للسنه دي بيبقى الموضوع تقيل قوي، والله يكون في عوننا كلنا اكيد. فحته المشويه دي حلوه جدا، بسيطه، ما فيهاش اي حاجه زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهاش يعني وجع دماغ كتير، والدهون فيها اتحرقت من المشويات عامه. طب لو ما عندوش شوي في البيت، مش كل يوم بشوي، نبعد شويه عن المقالي وكل اي حاجه ثانيه وبراحتك، بس ده المقصود. طيب هرجع ثاني، الباميه شوحتها مع اللحمه اللي بتشوح. بص يا شفيق، معلش هطلعك فاصل حالا. بص يا شفيق، منظر حته اللحمه عامله ازاي. دي الموزه يا باشا، دي الموزه بتتشوح دلوقتي مع قرن فلفل، وهديها كمان فص ثوم عشان تبقى معايا عايشه ومتروقه. ادي فص الثوم كده، دي جاهزه، وهديها والله كمان حبه بصل كمان مبشورين كده عشان خاطر يتشوحوا ويطعموا لي. عايز اكل طاجن باميه حلو. صوص الطماطم بتاعتي شغاله. بص يا شفيق اهي، اشوح ده كويس قوي، اهم شيء يتشوح عشان بس ايه، يبقى تمام. صوص الطماطم الحمد لله بقت تمام التمام، وانا سبكتها تمام التمام. هديها معلقتين صوص الطماطم بالمره، تتقل وتبقى متطعمه، وكمان مكعبين مرقه خضار. حلو الكلام. واقلبهم كويس جدا اهو عشان خاطر يبقى طعمه كويس. فلفل اسمر، وكمان وكمان حبه ملح ومتشكرين كده على طول، مش اكتر من كده. دي هاخد منها الباميه وادخل الفرن، وهاخد منها كمان للكوسه، وبعد بحشيه ادخلها كمان الفرن، وعندي كمان الريش تخلص، وممكن كمان اشوح الخضار ده مطرح الباميه بعد الفاصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل زي ما اتفقنا مع حضراتكم، خدنا الخضار ده سوتيه على السريع بالشكل دوت، وزي ما قلت لحضراتكم الريش المشويه هي اللي معليه معايا التست النهارده ومزوده معايا الامور. ده كده الخضار ده ما فيهوش اي حاجه صعبه خالص، غير بس اكون مجهز له حبه عصير طماطم بسيط جدا، مش اكتر من كده اهو،
مش هعمله مطبوخ، خدوا بالكم، مش هدخله، مش هخليه سكه الباميه ونفس التركيب، انا هسيبه كده يكون يعني ايه فريش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اه ده ممكن كده بس كده، مش اكتر من كده، بس انا بدلع شويه بس الخضار بطعمه بالعربي يعني. لكن انا عندي المشويات دي انا مخليها راكبه على نفس المشوار ده كده ايه بالشكل الجميل ده. اه ماشي الكلام. طيب هتعمل ايه بقى تاني؟ اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ هديها على الوش من عندي دي معلقتين زبده كده، وهدخلها الفرن كده تسيح وتعيش حياتها. ممكن ممكن كمان حبه ميه صغيرين جدا على الصلصه دي عشان الخضار يكمل تسويته. اهي بس كده، وده برضو ياخد وقته ويعيش حياته. ماشي الكلام. ده يبقى كده تمام التمام كده. زي ما انت شايف عم شفيق، الطبق الاولاني موجود احنا مغطيينه البصل، التاني دخل الفرن، التالت الباميه الحمد لله مسبكينها ومظبطينها مع الفلفل الحار، وده اهم من الباميه، والاخير كان الكوسه زي ما حضراتكم شغال برضو اربع اطباق في الفرن. طيب ايه تاني؟ الاربع اطباق دول كوم، وطبق الشوربه اللي كنت بتكلم لسه مع محمد من شويه كوم تاني، اطفى الشوايه، وعايز اعمل طبق شوربه كلنا بنحبه وبنبسط منه، ولكن اهم من الحب والانبساط ان يتعمل صح. الشوربه دايما هي اساس اي اكل في الدنيا، عشان نبقى واضحين مع بعض، اي مائده في الدنيا هي اساسها الشوربه. هجيب عندي معلقتين زيت الاول كده، اشوح معاهم بصلايه كده الاول، حلو، وعندي حبه بصل، بصل اخضر او كرفس وكرات طبعا، وده مهم اهو، يتشوحوا مع بعض، دي اساسيات الشوربه عندي. ها كده، وهعمل ايه بقى النهارده في الشوربه دي يا سيدي؟ اشوح معاها كمان طبق ميه مبشوره، عايز اعمل شوربه على مزاج عشان دي اللي هنفطر بيها. حلو الكلام. يبقى انا عندي الاول البصل المبشور او المفروم، الشوربه بتاخد بصل، بتاخد كرفس، بتاخد كرات، لو حابين نحط طماطم مبشوره عشان اكثر فكره اللون الشفاف العادي، انا هعمل كده. جايب عندي كيس خضار مشكل زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهوش اي صعوبه ولا في اي حاجه خالص، وكلنا بنشتريه من السوبر ماركت، ما فيش مشكله. طب لو انا مش موجود في السوبر ماركت اعمل ايه؟ والله هنجيب من كل نوع خضار بنحبه نقطع منه صبرايه واحده. يعني لو اتكلم مثلا نقول عندنا كوسه، عندنا جزر، عندنا بطاطس، عندنا بسله، عندنا اي خضار بنحبه هنقطعه صغير جدا، وهنشوح مع البصل مع الكرفس. الاهم من ده كله يكون محضرين المرقه بتاعتنا. طب لو ما عنديش مرقه فراخ او ما عنديش مرقه لحمه اعمل ايه؟ هيجيب عندي ثلاث اربع مكعبات من مقطع كنور اللي هم الخضار، وافرمهم كويس قوي مع ميه سخنه واحطها، هيمشي حالهم. طيب ما عنديش ده، والله لو عندي حبه مرقه من فراخ يبقى افضل، عندي حبه مرقه من لحمه اكيد مش هرميهم، ده كله هيمشي معايا. انا مجهز بالفعل مرقتي ومظبط حالي وتمام التمام. هنخش مع بعض، بس لما الاول اشوح كويس جدا فكره الكرفس والبصل عشان يديني ريحه، وهو ده المهم، اشوح كويس قوي كده، وبعد كده هبدا انزل عندي على طول بفكره الخضار المشكل يتاخد سوتيه معاهم كده. طبعا ممكن نحط بروكلي لو حبينا، نحط اي خضار براحتنا. السلطه مهمه هي والشوربه اهم شيء، وفي اهم منهم بقى بيني وبينكم عشان نبقى صراحة مع بعض، في وقت نعمل سلطه يا شفيق؟ تمام، حلو قوي. هحضرها واعملها بعد الفصل ده بعد اذنك. ماشي كده، نعمل حبه سلطه بلدي كده عاديين جدا، ان انا لقيت حاجاتهم قدامي. طيب بص يا شفيق كده، بص المنظر ده، اي حد فينا لما بيشوف المنظر ده بيضعف. اللهم اني صايم يعني، والله ما بلعبش على اعصابكم، بس الموضوع يعني لازم نتكلم عنه شويه. فكره المنظر ده منظر المخللات. المخلل ده على فرانكا، يعني انا جايبه من السوبر ماركت. هو شكله حلو وجميل وطعمه جميل على فكره، مش وحش. بس خلينا نتكلم للامانه، انا شخصيا ماليش فيه. يعني ايه مالكش فيه يا سيدي؟ يعني انا ليا في المخلل اللي هو البلدي، اللي بنروح نشتريه من عند الراجل وبنقف بالطابور ويدونا في كيس ويجيب ب 10 جنيه الحمد لله. نجيب ب 10 جنيه او ب 5 جنيه واخد بالك، يقعد معاك يومين وتحطه في علبه في الثلاجه وتقفل عليه ليقعد معاك لثالث رابع يوم خامس رمضان. هو ده اللي انا بحبه، ويقول لك عايزه بالهريسه او بالحار او لا. فعشان بس نبقى واضحين مع حضرتك انا بقول ده وبقول ده. بس المخلل طبعا هو ملوش هزار، ما بيهزرش.
المخلل طبعا جميل. طيب انا هعمل سلطه بلدي على السريع. احضر لحضراتكم ايه السلطه البلدي؟ ما تاخدش حاجه، حبه خس زي ما انت شايف كده، هطلع فاصل حاضر. ادي ورق جرجير، خس بلدي، فلفل حار، طماطم، عندي كمان لو حبيت فلفل اخضر، اي حاجه خضره، شبت بقدونس، كزبره، اي حاجه خضره في البيت نحطها في السلطه. ويا سلام في النص بصلايه، ونديها حبه خل. اطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، يلا. اهلا بيكم مره ثانيه مع الامه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا مع حضراتكم شغالين على الشوربه زي ما حضراتكم شايفين. بص الكلام، هسيبها تاخد وقتها وتغلي وتعيش حياتها، هي خلاص يعني على وشك التسويه. والسلطه اي خضار في البيت نقدر ناكله او نحبه يبقى موجود نشتغل بيه، بصل، طماطم، فلفل، اي حاجه احنا عايزين نعملها. قطع تقطيع اللي نحبها، قطع تقطيعات كبيره. وزي ما قلت لكم انا مش عايز فكره اني اخلي الامور تكون متبله من دلوقتي، يعني نتبل واحنا خلاص. يعني احنا زمان كنا نتبل السلطه دي في اخر جزء من الله يرحمه ويحسن اليه سيدنا الشيخ متولي الشعراوي، وخلاص هو بيخلص نبدا نتبل السلطه، هو ده. ونبدا نطلع بقى الحاجات من الفريزر، بقى العصاير، العصاير والحاجات دي كلها. هو ده اللي الواحد بصراحه ربنا ما يقدرش ينسى الحاجات الحلوه دي، وما يقدرش ينسى فكره تتبيله السلطه قبل الفطار، كانت مرتبطه بحاجات وهو صغير ما ينفعش ننساها. فالايام دي الواحد عمرنا في حياتنا ما ننساها. فلفل حار مش هقطعه عشان انا ما بحبش حد يلعب معايا الدنيئه والاقيه في النص كده، فانا خليته على قدام حضراتكم اهو. والسلطه الخس ولا ايه؟ خس كابوتشا، اقطع كده، وكمان واحده كده عرض، وكده اهو اهو ماشي الكلام اهو تمام. وتعالى نشوف اخبار الخس البلدي. قلب الخصايه اهو كده اهو، وندخل دي كالهيد ماشي الكلام. وتعالى بقى الليمونه، ودي اهم شيء في الموضوع، خليها كده قدامنا. وكمان تعالى نجيب ماشي الكلام ده حلو، لو حابين ناخد منه حته واحده نخليه كلون بس في الطبق كده اهو. وتعالى نجيب الفلفل الوان، لا دي مش حلوه، مش حظنا. حلو الكلام ماشي الكلام. نعمل دي كمان كده كده. ونجيب كمان الفلفل الرومي الأحمر، بسم الله، دي كويسة. ودي كمان تمام ماشي الكلام. وإيه تاني؟ والله كده زي الفل، أنا كده راضي. يلا بقى تعالى نغلي في الأكل عشان خلاص وقتنا خلص. طبق السلطة، حط عليه ليمون وزيت زيتون أو أي حاجة إحنا عايزين نحطها في الأواخر خالص زي ما قلنا لحضراتكم ماشي الكلام. وتعالى بقى ايه نوسع شويه فكره المخللات دي عشان خاطر ايه نغرب براحتنا. تحت طبق السلطه كده ماشي الكلام. ادي المخللات الخيار والمشكل. وتعالى نوسع كده شويه عشان الدنيا هنا زحمة جدا. دي الصوبيا كوباياتها ماشي الكلام. وتعالى بقى نطلع اللي في الفرن، بسم الله. الله 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 الله. أول الكلام طاجن البامية بالموزة مع الفلفل الحار، الحمد لله زي ما انتي ماشي الكلام. الطبق الثاني وهو الكوسه باللحمه المفرومه اهو، بس انا عايز ده اغرف ده عشان تشوفوه بس كده، اهم شيء.
والطبق ده كمان. اوبا على صينية الستيك زي ما حضراتكم شايفين. بص كده اهي ادي الستيك البصله بتاعته ميتها دي موضوع كبير. ماشي الكلام. تعال نجيب اللي بعده. ادي الريش هي كمان نجيب لها طبق واحنا ماشيين في السكه كده. ماشي الكلام. ادي الريش بالخضار اهي. ماشي الكلام. وايه تاني؟ يا رب يا كريم. انا عايز اغرف لحضراتكم الكوسه دي عشان نشوف شكلها. بس ده كده فاضل عندي الشوربه بس حالا. اول ما اغرف الكوسه هيبان كل حاجه. بص بقى الكوسه يا استاذنا اهي باللحم المفرومه. شوحة بالزبدة أول. كده أهو. وي. اللحمة المفرومة بتاعتها تطلع معاها كمان في نفس الطاجن. اهو ماشي الكلام. وادي الشوربه حالا نجيب ليها على طول. شوربه خضار عاديه جدا بس كده. هي دي كانت حلقتنا وهي دي كانت اكلتنا مع حضراتكم النهارده. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد حلقه جديده. والسلام عليكم.